السلام عليكم. انا عائلة السيد والسيد هذاك عائلة الولد اخته، هيا جابوني هنا هذه الدار مكشورة مع هذيك اللي فيها. بصح كاين كوش، كاين دوش طوالات، من كاين الصالة هذه، كاين الضو، وهو الفراش، كاين الزور بزاف، كوفيرتة واحدة تكفيني، وراني شارجي في اماراتي. هذا هو الصح. انا كاين شارجي صوالحي. هذاك هو الصح. أيوا صليت صلاتي دروك، وغدوة إن شاء الله نوضو نصلو الفجر، نفطر ونسهل. غدوة كاين الريح، نجرب نبكر. والهدف تاع غدوة ماش بعيد، حوالي 70 أو 80 كيلو. أنا قالوا لي 70، ممكن يكونوا غالطين في 10 كيلو، ولا نقولوا 80 إن شاء الله. سمو قلتو كاين تما كتا كانوا حط الخيمة تاعي تماك إن شاء الله. أيوا هنا الناس في الطريق، هنا الناس في البرمجة قاعد يقولوا لي ما تمشيهاش ما تمشيهاش. راك تعرفوا الناس كشغل، الناس العادية، هم عاديين، ناس عاديين ماهمش مغامرين ولا رحالة. تسمى ما عندناش نفس الرؤية ونفس النظر. وتاني يبغولك الخير، ما يبغولكش تغبن وكاع. هي من ماشي من ناحيه الامن ولا من ناحيه الطريق، يعني الطريق هذه تتبلع بزاف الرمله، بلع قالوا لي تتبلع بالرمله. حتى هذا اللي جيت معاه كاين بلايص هكا تلقى فيها الرمله، ولكن تلقى الرمله راني ننزل ونبقى ندمر. هذه في حاله اذا تلاقيت بلايص بزاف، وتاني فيها العقبه اكثر من هذه اللي جيت معاها، فيها العقبه. على كل حال ماشي مسافه طويله، كاين حوالي 300 كيلومتر من البرمه حتى الطالب العربي. 300 كيلومتر لا باس، نديرو هاك وهاك ونسايسو حتى نتمشيو ان شاء الله في 4 ايام. ولا ماشي مسافة طويلة تاع 500 ولا 600 كيلو، 300 المهم دخلو على ربي وسام، ما نحسبوش، ما نكترش حسابات، ونتفائلوا خير. احنا نتفائلوا خير، وهذا الصباح نقول بسم الله نتوكل على ربي. صح، انا جاي على جال هذا الطريق، انا من الدار جاي على جال هذا الطريق. هاد الطريق هي الهدف تاعي، من بين الاهداف تاع الرحله هذه هي هاد الطريق. تما مستحيل الناس ترجعني ولا يخوفوني ولا. احنا ماشيين ماشيين ومعنا ربي. هيا تصبح بخير وغدا ان شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير. مباشره من البرما، الساعه 27، يمكن الريح عليها، لازم لين مسابق الرياح يبداش بكري، بالك 9:30 هكا ولا 10. ندروك ندرو دروك على اليمنى عند الرمبو، ندرو على اليمنى ونحكمو نخرجو لزنايقة، ومن زنايقة نحكمو طريق الواد، طريق دوار الماء. السيد اللي بنت عده الله يجازيه، بارك الله فيه. وهذه هي الطريق الكبيرة، الطريق الوطني رقم 53 ألف. الكونيكسيون هنا قليلة، 4G بصح قليلة. البارح بغيت نطلع شوية فيديوهات في التيك توك، مبغاش يطلعوا حتى اليوم الصباح. السيد قال لي هذا وين، قال لي مؤخرا داروا 4G، بصح كشغل ما داروش، ما دام حتى الصباح باش تخفاف تما كشغل ما داروش. الساعة راهي 7:30، 27، 7:30 هكا. هذا وين الشمس بدات تطلع راهي من هنا. هي يوم جديد، انطلاقة جديدة. الناقة هذه هي ولدها، من الدوار الماء 326 كيلو، من الطالب العربي 380. الله يحفظك، بارك الله فيك. كلش كاين، الله يجازيك صحيت.
بسم الله توكلنا على الله، وانا جميع الطرق تمشيها مع ربي، رغم التحذيرات اللي حذروني الناس بزاف انها طريق خاليه ما كاش قال يفوت معها، وطريق ثاني فيها الرمله وفيها ماشي طريق، هي طريق اسفلت بصح تتغطى بالرمله خاطر من النار انا في العرق الغربي في العرق الشرقي. ايوا على ربي ان شاء الله ما يكون غير خير، من على 4 ايام ولا 5 ايام هكا باش نتعاودوا تلاقوا الريزون، خاطر كيما قلت لكم تقريبا 400 من الطالب العربي. الطالب العربي هي اكبر بلدية او مدينة في المنطقة هذه. ايام بعد تلاقوا في الطريق. الهدف تاعي تاع اليوم راه مكتوب هنا في اللافتة هذه، بير الجلتا الوادي، اما من على اليمين بير يعقوب اكفاو الدبداب، لا كاين طريق اخرى تعاود ترجعك للدبداب من هذه ماكش نعرفها. على اليمين دبداب ومباشرة بير الجلتا الوادي، من المفروض يكتبوا طالب العربي، خاصة طالب العربي هذه منطقة مهمة ومدينة، مدينة صغيرة كبلدية. أما الواد لا، الواد تعاود من طالب العربي تدور لها، ما تلقاهاش مباشرة بعد طالب العربي، لا بعد طالب العربي كانت تبسها، وكي تدور على اليسار كي تكون في طالب العربي تدور على اليسار تمك باش تروح للواد. وها هي العقبة تنتظرنا. وهذه هي محطة الضخ تاع البرما اللي خارجين منها، هذوك الستيويات الكبار اللي رايحين لباقي. هاي قاعدة كبيرة تاع سوناطراك، محطة الضخ البرما، خاطش من الباقي حتى لهنا مش عارف شحال من كيلو، 240، وهما رايحين واحد زوج ستيويات كبار. تسمى جايين من هذا مسجد قديم مهجور، والله تحير كيفاه مسجد مهجور. عبكم صباح خرجت ناقص قرعامة، عندي قرعامة خاوي والاخرين قاع معمرين، وقعدت تخمم فيها طريق معزولة كيما هادي، وما كاش الحانوت اللي الدار اللي بت فيها مفيهاش الماء، فيها الماء تاع روبيني تاع سبان. هيا ما عمرت من العين حتى الحواني صباح التانيين بالليل، حتى يحبس لي واحد السيد عطاني قرعة ما عطاني هاد الساشية كحلة فيها الكاطو كرواسو، الحمد لله. وهذه القرية اللي تشوفوا فيها قدام هي زنايقة، قرية زنايقة هاي بعيدة 8 كيلو على البرمة. زنايقة أو زنايقة هاي دروك من زنايقة ما نشوف والو حتى دوار الماء، من زنايقة دوار الماء 326، كاين واحد زوج تكانات ممكن ثلاث تكانات، ثلاث تكانات حسب المعلومات تاع الناس قادر نقو أكثر من ثلاثة، خاطش مستحيل 326 نقو فيها ثلاث كازينات برك. المهم العمران والقرى والحضارة صاي هنا تنتهي، حتى بعد 325 كيلومتر. انا دائما كي ندخل المدن نلقى صعوبه باش نصور لكم المدينه هذيك، خاطر الناس تبقى تشوف فيها. ها هما اطفال زنايقه، شو ما قراوش اليوم ولا ما قراو ديك كلها. تطلع طلع شينو بعد جكتويدو.
تعاود ديك الطريق هذيك تكمل كيما هاك تعاود تطلع عقبه اخرى مع العرق. قلت لكم بلي الطريق اللي تجي في العرق كاع دائما تجي كيما هاك، ما كاش هذيك الطريق المستويه هذاك الطالي غير سهل تقو هوك عاود تويدو عاود طلع عاود تويدو. بصح المنظر خرافي سبحان الله، تشوف غير الرمله العرق على مد البصر. كاين بطويات تاع ضو هادو جايين من البرما وين رايحين الله اعلم، يكونوا بلاك الشركه ولا قاعده حياه كبيره تكون مادام رايح لها الضو. اللي قال لي طريق خاليه صح خاليه، عندها حسبت لها 52 دقيقه فتش عليها سيارة، وهذا السبب اللي يخلي الطريق هذه خالية الرملة تدخل. كاين بلايص فيهم رملة كتر من هاك، كيما راني بالدراجة سهل تمشي و مهما تكون مقطوعة 20 متر تنزل تقعد من بعد تخرج. بصح السيارات ما عندهم كي يديروا، هنا لازم ويكات كدفع الرباعي باش يفوت. اليوم ثلاث صوالح تلاقاو عليها في نهار واحد. طريق خالية صح خالية على روح، بصح حنا نحتاجك شغل اللي يفوت علينا هكاك شبي يعطيك الماك والعقبة بزاف والريح ريح في صدري مباشر. وكاينة حاجة واحدة اللي هي مولف تلاقاو عليها أربع صوالح في خطرة واحدة، الطريق ماهيش خاسرة دك دك والحفر كيما جيت تا من راسو عين كزا ما كاش تلحق هكا بلاص خاسرين. بصح طريق مليحة ما شاء الله. ايوا رانا نتمشو الطريق هادي قادر تقيل فيها دير قيلولة هنا في أستري ما يصرا الكل. السيارات الصغار ما يفوتوش، يفوت احسن. كاين بلايص فت عليهم الرملة يابسة، رملة يابسة معناتها رملة قديمة بلاك شهر بلاك شهرين وهي داخلة الطريق وما كاش ليه. هادكم هادو الخاوة هادو قالوا لي احنا في ربع ايام وحنا نستنوا فيك صاحبي باش تلحق البرمة. بعد الحق تخرجت قلت لهم والله ما على بالي، قلت لهم على بالي بحكم تقراو فيا نجي عندكم نشوف
قالوا لي احنا نوضنا الصباح وحسبنا ان الوزاره كذا. قلت لهم لا بقى تخرج في الكريس ها اللي ايورت هذه هما داروها هنا جنينه. بارك الله فيك ثاني عمرت علينا الماء كان الصباح بروح شربت قرعه ماء عمرت عليهم شربت من عندهم. دروك عندي القرعه تاعي كاع معمرين عندي 7 لتر 7 لتر لاباس الحمد لله. ثم سبحان الله كي قلت لكم عندي 51 ولا 53 دقيقة في هذه الهدى تجاوبوا. ثم كل ما تخاف وممكن بالك تتشائم ولا تتوقع الأسوأ يجيك الخير. ممكن تتشائم مش تتشائم حيث كي تتشائم وما تشوفش الخير. لازم دائما تتفائل وما تخافش. خوف لا من مولانا كما يقولوا جماعه الصحراء. وهذو ولا الصحراء هذو سياره صغيره ويتمشوا في الرمل. هذه اكسنت هذه هيونداي اكسنت يتمشوا بها عادي في الرمل بصح موالفين ويعرفوا السوق. حتى الهربيل هذيك الصغيره هذه تاع شنو في فيسكا والهربيل هذيك في وسط الرمل هنا في وسط العرق يتمشوا بها. خبراء صاحبي ولا الصحراء خبراء تاع سياق. صالح غادي تقلوني هيك شغل في العقبه هكا. المؤونه اللي راهي عندي عالم بها غير ربي. راه عندي كلش قادر من على 4 ايام ما نحتاج حتى حاجه كاع فايت 4 ايام. واش من طريقه فاتوا عليها مكاش الجره تاعهم مكاش راه الريح قول لي يردمها بالخف الريح بلي كات كات. قالوا لي كازينا تاعنا ما بقالهاش بزاف حاجه تاع 30 اسمها الجلتا. اعطوني التاي بارك الله فيهم ودنا تصاور قالوا لي خصك المال خصك
طريقه مدلعه برا من عنده الصراحه. السيد هذا ما قاليش بلايص، قال لي مبلع مبلع، وهذا صح عندك. مش عارف لا غير المنطقة هذه ولا قاع رايحة هكا. كيما مليها نشوف الطريق بصح من الوسط ما كاش تخاف لا مردومة قاع كيما درت. هنا ناكل لقمة عطش، أنا نعطش الريح يعطش. هذا واقيلا حاسي قديم أو ماشي قديم، أنا نشوف الأثر تاع الماء لهيه. كلمة أنا نسمع كلمة هاولا يا ديك النعمة سبحان الله الماء في وسط الصحراء. بسم الله ما شاء الله هذا درينا الجمل حوض ساقية.
كابي كي دايرين في حياتي كيما درت ما شفتوش. اول مره نجرب هذا العقاب تاع صح وين يبانو تاع العرق الغربي. اه صح العرق الغربي رحمه ربي. واحدة طلعت هدروك هاي عندكم هاوية تهود تعود غور هيك أقبت من بعيد. الفرق بين العرق الغربي والعرق الشرقي، العرق الغربي كشغل كانت عندك لعبة تاع أطفال، لعبة هكا جوي غادي يعطوك ماكينة ضخمة كتير. حتى الطريق تاع العرق الغربي ماهيش معزوله لدرجه كبيره، هذه معزوله 100%. هذه قربة تاع الماء وفيها الماء. مش عارف انا دايرين العبسه هادي، بالك دايرين المال عبر سبيل ولا تاع واحد راه حاطها هنا ولا صافي. فكره مليحه الله يجازيك. جماعه اليوم صعب والله، تعب كبير وما نمشي بزاف. انا راه شنو على بالكم سبحان الله، ما كان كيما هذا يطيح فيه الرايت. كازينو هذيك اللي غادي نبات حداها ما نشعش على الباقي لها. بعدها نجم نجيب بيوسف صح. بلاصة كبيرة قاعد دايت الرملة عندكم، عرق هذا دخل في وسط الطريق. دمر دمر شو عسيبات كنت دمر ما عادي يضربك البيدال في الكرة. السلام عليكم. شوف تعجن كاع الطرق تاع الجزائر كاع كيما داروا، تلمهم وتعجنهم وتخليهم يخمروا فيه ما يخرجوش كيما هذا. هذا انا نسميه طريق العزله الوطنيه. كاين طريق الوحده الوطنيه، طريق الوحده الافريقيه، وكاين عدم طريق الوطني تنزروفت البلا ما كان لا طريق لا والو. كاين طريق البركاني، هذا طريق العزلة الوطنية. قلت هذه تكون بعيدة منا واحد 15.
حاليا زاد قوى في الصدر مباشره. عباك الريح كي تجي طالع العقبه ماشي كيما تطلعها في الريح، تطلعها في الريح راني نديرها كاع في الخفيف هنا في 12 وتجيني ثقيل. تخيل انتم سرعه 12 ترسلي فيه 51 سم، هذاك خفيف، هذاك كعبك بلي هذاك كي تقعد دير البيدالي به تحس روحك راك في بلاصتك. ومع ذلك عقبه ريح والله لا يجيني ثقيل. قلت هذه والله ما على باليش على الباقي لهم قبيلات، كان باقي لي 15 كانت 3 دروك راه 4.5 نكون ماشي واحد 4 كيلو فقط هكا في ساعة 4 كيلو 4 كيلو 5 هكا. المهم صلينا هذيك هي الفايده. شوف راني خمم في حالتي اذا ما نلقى والو كشمبات ندير ساتر تاع حجره ستار، ندير الحجره حجره حجره حجره، ندير طار الملجا تاع البلاستيك هذاك الطار نطلع هذا نقطه باش يلاقي عليا الريح ومن نفرش ندير الطابي تاع الحجرة وكيس النوم ونرقد. تما خصني نعرف اتجاه الريح، كيما الريح تروح راه يجي هاك، معنتها الدراجة تجي هاك وبلاصتي هاك. كنت دير الخيمة هنا يطيرها لك الريح اصلا في الاولى ما يخليكش. ويلا الكازين ما صحونا الريح ما يكونش كاين كاع، الريح ما يكونش كاين مشيت للحيط ولا يكون قليل. هنا راه كاينه لافته، هذا هو اللي عيط له برونشمون تاع القلته من على اليسار بين الحرش تعاود ترجع حاسي مسعود ورقله. هذه الطريق نروح معاها تاع اليسرى تعاود ترجعني البرونش مود الدبدب عاد المصلى وين بدك مشى بعيد ومباشره الوادي. قبل الواد دوال المطار بالعربي واحد القريه ثاني يقول لها غنامي، وهنا في هذه المنطقه سبحان الله ما كاش العرق هنا، هنا بلاطو اكتر هذيك صوندا ولا كل لونتان خاطر كاين منها كازينا تاع جيج قالوا لي كي تدور مع الطريق هذي. مش عارف لا العرق كمل كاع ولا بالك غير المنطقة هذي ما فيهاش راسها. وهذه الطريق هذي تاع بير الحرش ثاني تدي للواد تتلاقى مع هذه في دوار الماء، هذا الطريق اللي فيها تتلاقى مع هذه في دوار الماء. العرق قال لي غير ما تفرحش محمد انا في انتظارك. وجبال شغل طريق تفوت فيه وسط العرق، تسمى كاينه غير المنطقة هذي اللي كنت فيها حوالي 10 كيلو هكا ولا 11. المنطقة هذي سبحان الله فيها شرم الحمالة والعرق داير بها من كل جهة. وها هي كازيرنا هادو حراس حدود كازينة تاع قلتها. السلام عليكم خوا، هذاك هو الضوء تاع الكازينة تاع قلتها حرس حدود. الحق عندهم
كانوا واقفين في الطريق، كانوا يقارعوا لي في الطريق. ها هي منا، السلام عليكم، كراك داير، من راك جاي وراك رايح؟ عطيتهم البطاقة التعريف دون المعلومات تاعي. هيا حتى شفت هذه البناية، هذه هنا كاينه بناية بنيان تحاسي، ها هو شغل هكا بناية دار بها الصور، وكاين هذه الشومبرة ولا الدار هذه، وكاين منا سيتينا. هيا انا غير شفتها فرحت، شغل شفت دارنا، قلت لهم الليلة نبات هنا عندكم، قالوا لي ما كاش مشكلة. هيا سقسيتهم على هذه، جاو معايا مساكين هنا وحلوا لي الباب، الباب كان مبلع. هيا جيت للدار هذه، الشومبرة هذه كانت كارثة، الدار هذه كانت مبلعة مبلعة، هنا عند الباب ما تدخلش، البناوات هذو كانوا قاع طايحين، وكانت معمرة الرملة، الرملة كانت واصلة هنا. راني من الصباح نخرج في الرملة، تلاقيت البالية هذه، وتاني جا واحد العسكري مسكين جا عندي حتى هنا، قلت لهم صباح نعمر عليكم الماء، قال لي دروك نعطيك الماء. هيا جاب لي قرعة باش الماء يبقى لي سبعة لتر حساب، وعاوني مسكين خرج معايا الرملة، قالنا هادي نعمروها بالرملة ونقيسو مليح. هيا وتلاقيت هادو الطابيات هادو، فرجتهم دوك نزيد هذا تاني باش ما نديش المعطلة. انا في الحق كنت باغي ندير الخيمة، كنت باغي نديرها لهيه، هاديك بلاصة نظيفة ومسطحة، بصح خممت صباح بلي امامي هدف بعيد، خاطر اليوم تمشيت 80 كيلو فقط، ودوار الماء منا بعيد 250، تما غدوة كون زير روحي مقطع مسافة طويلة على الأقل 120 أو 130 أو 140، دوار الماء يبقى لي عليه 110 ولا 120 لاباس. ولهذا ما درتش الخيمة، خاطش عليها الخيمة الصباح غادي تشدني باش نقلعها، والمعطلة وفش ومن ومن ومن. لا شغل راني خفيف زعما، حدي 20 دقيقة نص ساعة نكون ملي مقشي كاع، بصح هنا أقل، هنا عندك 10 دقائق تنوض الصباح تلام ساكوشاج ديرها في الدرايبات هذيك، وتصلي ونصلي صلاتي، وستة ونص مولين ندخل الطريق باش نقطع مسافة طويلة إن شاء الله وبحول الله. أيوا هذا هو مكان المبيت الليلة في هذا الحاسي، هنا كاين حاسي وله كاينة طاقة شمسية. الحاسي هذا منه يشربوا العسكر، بصح ما يخرجش الماء حتى 9 تاع الصباح، قالوا لي حتى 9 باش يخرج الماء. هيا دوك في الليل نبلع الباب، الدراجة راهي هنا، درك ندير كيس النوم فقط، المخدة هذيك هي قاعدة ندور في الطابيات، المخدة هذيك هي، وما طلع ما غاديش ندير، هذه مليحة مريحة. هيا غدا ان شاء الله نتلاقوا في الطريق. صباح الخير، فطور الصباح. السلام عليكم، صباح الخير. الساعة راهي 36 دقيقة. البلاصة هذه تاع اليوم هي المردومة كاع، أكثر منهم، أكثر من تاع البارح. شوف راه رايح الرملة قتال. عباكم راهي تبان لي حاجة كي الدار ولا هاري. نسمع في كلام، معناتها كاين البشر عايشين. هذه هي المنطقة اللي قال لي عليها الجيش تاع تراب تونس. كاين واحد الجزء من الطريق فيه واحد 15 ولا جبل تاع الرملة كبير هاول، وهنا نعاود نولو للتراب تاع الجزائر. انا اللي خلعتني هذه الرملة اليابسة، هذا الرملة اليابسة دليل انا على انه الرملة هذه قديمة. راك تقرا لي نموت باش تاكل جيفتي ولا كيفاه؟ او راك غالطة الغرب، غادي ننجحوا في المهمة ان شاء الله ونوصلوا باذن الله. تخوف الراس باللي طريق فيه حجر، والحجر كشغل باين باللي عندها مدة هنا.